لو الحكاية فيها إن فيتو الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك لأن ننضم إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين وضر عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال للنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه بالقتل. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تفريغ أغراضهم على النحو المبين بالتحقيقات، هو ما يشكل جناية مؤثرة قانونا بموازاة القيد الواردة في أمر الإلحاد.